أكيد حضراتكم بتتفقوا معايا بأنه اللهجة المصرية منتشرة في عالمنا العربي كله. طيب تعالوا نرجع هذا الانتشار للهجة جه إزاي؟ يعني إزاي وأنا مثلا يعني بروح في المغرب العربي فلاقي الناس عارفة اللهجة المصرية، لما أنت تكلمهم باللهجة المصرية عارفينك، تروح منطقة الخليج، تروح في أفريقيا في الجنوب اللهجة المصرية معروفة. سبب انتشار اللهجة المصرية هو حاجتين: بداية الإذاعة والتلفزيون، ولما بدأت الإذاعة المصرية في الخمسينات والتلفزيون تلاها في الستينات كان لديهم دراما مسلسلات، والمسلسلات كانت بالتالي في المناطق العربية كان لسه ما بدأش الإذاعة والتلفزيون بشكل كبير، وما بدأتش حتى الدراما. مع انتشار الدراما المصرية والسينما طبعا لها باع كبير جدا، بدأت انتشار للهجة المصرية. الدول العربية كانت بتلاقي في اللهجة المصرية البساطة، وطبعا الموضوعات اللي كانت مقدمة في السينما موضوعات لطيفة واجتماعية وكوميدية، فكان طبيعي جدا هو انتشار اللهجة المصرية. أنا فاكرة كويس قوي أني رحت يعني في أواخر التسعينات كده، منتصف التسعينات، كان عندي رحلة عمل في المغرب، ودخلت مكان علشان نشتري أكل يعني، فكان معايا زميلة ليا وبتكلم طبعا بلهجتي، فلقيته وقف ورجع ورا وما بقتش فاهمه هو بيقول ايه بالظبط، يعني بيتكلم شويه طبعا باللهجه المغربي وبالفرنساوي. فاللي انا فهمته منه انه مش مصدق، انا قلت عرفني، ما كنتش مشهوره قوي ولا حاجه، لا عارف هو تصور انه لهجتي المصريه، قال لي دي لهجه التلفزيون ولهجه السينما، فاتكلمي اتكلمي. فهو كان عايزني اتكلم لمجرد انه مستمتع بسماع اللهجه المصريه. طيب السبب اللي أنا بقول عليه اللهجة ليه؟ لأنه اللهجة أساسها هي الدراما، سينما وتلفزيون، ومسلسلاتنا الدرامية وانتشارها وانتشار موضوعاتها خلى كمان اللهجة تنتشر، وخلى يبقى فيه كده الهوية المصرية معروفة. طيب يبقى احنا متأكدين وعارفين من يعني تفوق الدراما المصرية والسينما، فلازم نحافظ على هذا التفوق. اللي حصل النهاردة واللي أسعدني أنا شخصيا، لأنه الإنتاج الدرامي مهم، مش مهم فقط للصناعة اللي هي مهمة جدا، ولكن مهم لحاجات كتير جدا، مهم للهجتنا المصرية، مهم للموضوعات، مهم كمان للسوق، مهم إنك تفضل محافظ على صناعة أنت بذلت فيها مجهود كبير جدا علشان يبقى عندك الريادة فيها. النهاردة عقد اجتماع التأسيسي لإطلاق اتحاد منتجي مصر، وهذا الاتحاد منتجي مصر ضم في اجتماعه الأول 18 شركة، 18 شركة دول من أكبر شركات الإنتاج في مصر، وشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طبعا في إطار اللي احنا بنتكلم عليه التنسيق المستمر بين شركات الإنتاج الفني المصرية، حرصا على ضرورة الحفاظ على صناعة الأعمال الدرامية واستمرار تطويرها والارتقاء بها بما يليق بمكانة الفن المصري ودوره المؤثر في كل أرجاء الوطن العربي. المهم كمان جدا في يعني هذا التنسيق وهذا يعني الاجتماع الكبير اللي هيبقوا فيه منتجين الأعمال الدرامية مشتركين سويا، أعتقد أنه هيكون مهمته كمان في تظبيط السوق المصري والمنتج المصري، بحيث أنه تبقى الصناعة متحافظ عليها، مفيش حد ياخدها فوق قوي وحد ينزل بيها، ويبقى فيه ضوابط مهمة جدا تحافظ على هذه الصناعة. اتفق الحضور في هذا الاجتماع المهم على التنسيق المشترك والدائم وعقد اجتماعات دورية لتنظيم وضبط السوق الانتاج الدرامي، وده مهم جدا، ومش بس السوق لكن أدواته وألياته والأجور كمان، بالإضافة إلى تطوير المحتوى والإمكانيات الفنية اللي بيشكل طبعا نمو وتطور لسوق الانتاج الدرامي، والحفاظ في تلك الصناعة الهامة اللي احنا كلنا بنهتم بيها. أكد كمان الحضور ترحيبهم بانضمام شركات الإنتاج الأخرى إلى الاتحاد. طبعا ده خبر مهم، وخبر مهم لكل صناع الدراما في مصر. خليني أمسي على واحد من يعني المهتمين بالصناعة، وأيضا من اللي قدموا حاجات الحقيقة حلوة جدا وحاجات كلها ناجحة، المنتج طارق الجنايني. مساء الخير يا طارق. اهلا بيكي، اخبارك ايه؟ انا تمام الحمد لله. الخبر الحمد ده لله. اعتقد خبر جميل وخبر مهم، فقول لي انت انطباعك على هذا الخبر، وانطباعك ايضا على يعني هذا التنسيق واتحاد منتجي الدراما. طبعا انا بشكرك على المقدمه جدا، وحضرتك لخصتي حاجات كتيره قوي من اللي احنا عايزين نقولها. احنا دي خطوه كان بقالنا كتير قوي عايزينها تحصل،
فبحب اشكر جدا الشركه المتحده على ان هي اللي جمعتنا للموضوع ده. الدراما المصريه جزء مهم جدا 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 من التكوين بتاع الشخصيه المصريه والشخصيه العربيه. زي ما انت بتقولي انت النهارده اللي بيخلي اللكنه المصريه هي اللكنه المنتشره اكتر في كل الدول العربيه هي اللي لو اتكلمتي مصري في المغرب، في الجزائر، في السعوديه، في الامارات، في ليبيا، في السودان، اللهجه المصريه هي اكتر لهجه مفهومه. هو بسبب المسلسلات والافلام المصريه. صحيح. لان هم كلهم كبروا وتربوا عليها، فاحنا النهارده شايفين ان السنين اللي فاتت الحمد لله المكتسبات اللي عندنا من الدراما المصريه ممتازه من ناحيه مستوى الانتاج، من ناحيه المواضيع اللي بتتناقش، من ناحيه حاجات كتيره جدا انا شايف ان احنا قطعنا فيها شوط كبير ومهم جدا. فوجود اتحاد زي ده كان خطوه لازم ان هي تبقى موجوده عشان اول حاجه نحافظ على ما سبق وننسق وننظم اللي جاي. تمام. لانه اي صناعه في العالم بيبقى ليها اتحاد بيدير الشؤون الموجودين فيها. احنا للاسف كل السنين اللي فاتت دي عمر ما كان في اتحاد للمنتجين المصريين بينظم اليه العمل. فده علشان كده دي حاجه بسطانه جدا. احنا اكشلي لسه مجتمعين دلوقتي برضو تاني النهارده. امبارح كان اول اجتماع شركات انتاج محترمه جدا برضو بتزيد على الشركات اللي كانت موجوده امبارح. واحنا مستمرين لغايه ان شاء الله باذن الله لما نوصل لاكثر صيغه مناسبه لينا نقدر نظبط بيها العمل للفتره اللي جايه. أكيد، وخصوصا كمان إنه إحنا خلاص مقتربين على رمضان 2024، وطبعا رمضان ده مهرجان للدراما طبعاً. المصرية ما بقتش بس بتنور الشاشات، هي الدراما بتنور كمان المنصات اللي هي يعني طبعاً. المنافسة طبعاً. الأعظم والأكبر دلوقتي في العالم. فلو ما كانتش منصات قوية بأعمال درامية قوية مهم، لأنه الجيل الجديد بيتابع زي ما بيتابع التلفزيون بيتابع المنصات. فأنت عايز إنتاج ضخم وإنتاج يعني في قوة بين الشراكة بين المنتجين، وعايزة إنتاج يمثلك. يعني أنا النهاردة ما أقدرش ألوم على إن لو في منصات معينة في دول معينة بتتكلم في مواضيع معينة. صحيح. ده موضوع يرجع له أنا. صح. ما أقدرش إن أنا أقول له يعمل إيه أو ما يعملش إيه لو ده معبر عن المجتمع اللي عندي. بس صحيح. اللي أنا أقدر إن أنا أعمله إن أنا أعمل المواضيع بتاعتي أنا برضو اللي تمثلني أنا، اللي تتعامل بطريقة إن هي تبقى حلوة كفاية بإنها تخلي الشباب والصغيرين والكبار اللي عندي يحبوا ان هم يتفرجوا عليها. صحيح. دي الطريقه الوحيده لمنع انتشار اي افكار مش ملائمه لينا، انما صح. فكره ان احنا نقول هنمنع مش هنمنع هنعمل لا، ويبقى عندك القوه الدراميه بتاعتك، يعني افكارك، الهويه بتاعتك، وده اللي طول عمرنا وده اللي الحاجات طول عمرنا بتاعتنا. وعايز ترد يعني. كمان افرض انت عايز ترد على افكار مغلوطه، رد عليها بالفن. شبكي انا هقول لك على حاجه، احنا كلنا حضرنا مع بعض 30/6/2013. طبعا. هل كل اللي اتحكى وكل البرامج بتاعه الشاهد عن على العصر وكل صحيح. المقالات اللي اتكتبت وكل الحاجات اللي اتعملت ده هل عمل كله مجتمع على بعضه؟ هل عمل ايفكت زي اللي عمله الاختيار الجزء الثالث لما شفنا صحيح. لايف قدامنا الناس دي كانت بتعمل ايه وكانت طبعا. بتتكلم تقول ايه وبأني طبعا. طريقه والبادي لانجوج كان عامل ازاي صح. وكل الكلام ده. المحتوى المرئي قوته آلاف الأضعاف بتاعت أي حاجة تانية للأسف وبقية. ممكن نقراها أو المحتوى نسمعها. المرئي باقي وبقية. لأن أنت وثقت اللحظة بالصورة والصوت بالظبط. فبقى عندك توثيق. أنا النهاردة ابني لما يكبر وبقى واعي كفاية أن هو عايز يعرف إيه اللي حصل في الوقت ده، ما أنا فعلا هفرجه على الاختيار الجزء الثالث. صحيح. يعني هو ده بقى. فإحنا النهاردة سواء المواضيع تاريخية، حاجة زي جزيرة غمام اللي اتعمل طبعًا. من سنتين لما كنا بقالنا كتير بنتكلم على تجديد الخطاب طبعًا. الديني طبعًا. والكلام ده كله. طب النهارده لما تيجي تشوفي جزيره غمام والمسجز اللي بيوصلها لما جينا طبعًا. احنا مش عشان احنا اللي عملنا سوق بالعربي رمضان مش اللي فات اللي قبله، لما يجي لنا كميه تليفونات من بره وكميه حاجات انه ايه الحلاوه دي وايه الشياكه دي وازاي مصر حلوه كده ونظيفه كده والكلام ده. صحيح. فانت عندك حاجات كتيره جدا بتقدري توصليها من خلال الدراما. حتى كمان وانت ملك الفورمات، حتى الفورمات لما تيجي انت تشتغلها من البايبل بتاعها او من النموذج بتاعها وتعملها بالشكل العربي
المصري اللي يليق بعاداتك وتقاليدك كمان ده مهم، بدل ما انت تاخدها من منصات تانية مختلفة. انا كان في راجل اجنبي كان مهم. مسؤول عن منصة موجودة هنا في الوطن العربي، قعد والله العظيم مدة طويلة جدا بيحاول يقنعني ان صوت بالعربي ده مستحيل يتعمل في مصر ومستحيل ينجح في مصر ولازم ناخده دولة عربية اخرى هو صحيح. ده هيليق عليها هناك وساعتها اتول سوق اتول فيت اكتر، وازاي الناس عمرها تصدق ان في حد في مصر بالشياكه دي او بالمناظر دي. اروح ابعت له صور المكاتب بتاعت كابيتال بيزنس بارك اللي صورنا فيه صحيح، او كنت ابعت له زي حاجات بتاعت اركان وبتاعت جاليريا وبتاعت بتاع ده، مش اعلان ليهم، هي دي حاجات فعلا نظيفه قوي. دي بلدنا، بلدنا الجديده بالظبط. بره لازم ان هم يبقوا شايفين ان لا يا جماعه، ما في مسلسلات ممكن بتتعمل في حاره وبتاع عشان الدراما بتاعتها بتقول كده، وفي حاجات ثانيه ممكن تتعمل في اماكن ولوكيشنز نظيفه جدا وشيك جدا عشان الدراما برضو بتاعتها محتاجه كده. فاحنا كمان عايزه اقول لك حاجه، احنا بلدنا بتتغير، كمان بلدنا بتتغير طبعاً. عندك فكر جديد، عندك تغير جديد، القاهره ما بقتش هي القاهره اللي كانت بتنتهي عند مصر الجديده، القاهره طبعاً. بقت كبيره جدا وبقى طبعاً. عندك مشروعات كتير، فكمان لما الدراما تدخل بشكلها الجديد الدنيا تتغير، يعني احنا لازم ننقل بقى، يعني نروح لمراحل تانية. فانت زي الدراما بتشتغل بشكل كبير من المنتجات اللي غير ان هي بتشغل ناس كتير جدا 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 في رمضان وبره رمضان، صناعة. هي بتتصدر للدول العربيه كلها، فبتجيب لك عمله صعبه الدوله في اشد الاحتياج ليها طبعا. فده كله جزء من اللي احنا بنتناقش فيه واللي احنا شغالين عليه لمصلحه في الاخر الصناعه نفسها يعني. خد بالك ان انت كمان بقيت في الدراما، وخصوصا السنوات الاخيره الحقيقه كل المسلسلات اللي بنتكلم على السنتين اللي فاتوا اللي قدمت كانت الصوره بقت التقنيه عاليه جدا حقيقه، تطورت بشكل بالضبط. كبير، وبالتالي بقينا نسال على الاماكن، فانت بقيت تقدم منتج سياحي يعني طبعا. اعتقد ان الناس بدات عايزه تروح الاماكن دي وعايزه تروح المناطق دي وعايزه تروح طبعا. البلاد دي، علشان كمان الدراما بتقدر يعني تقدم اكتر من حاجه زي ما انت قلت لي. الحاجه الاخيره قبل بتسيبنا احب برضو اعرفها، وهي الاجور بشكل عام، لان انا عارفه انه الاجور كانت بتتفاوت بشكل كبير، شركات تدي مثلا اجور عاليه جدا، فتيجي شركه مثلا عايز تعمل حاجه كويسه بس ما تقدرش تدي نفس الاجور دي. ده كان بيحصل. فده بقى هيبقى، هل هيبقى موجود في الحوار ده؟ خلينا نتفق على حاجه، الدوله بتعدي بوقت مش سهل طبعا، وفي حاله تضخم كبيره صحيح، في حاجات سعرها غالي فدي لازم ان احنا نتعايش معاها، في اسعار خشب غالي في العالم كله، في اسعار اكل او رو ماتيريالز بقت اكل غليت في العالم كله، في حاجات كتيره غليت دي لازم هنتاقلم عليها، وفي في نفس الوقت اجور بتاعت اشخاص عليت وتستحق الزياده، بس في اجور ثانيه عليت لا تستحق الزياده. صحيح. ففكره التنسيق والتنظيم اللي ما بيننا وما بين بعض الفتره اللي جايه هيبقى ده مهم. هنقدر من خلاله ان احنا يعني ما فيش حد عمره عايز يجي على حد، ما فيش حد عايز عمره يظلم حد في رزقه بأي صورة من الصور، بس في نفس الوقت احنا محتاجين ان كل اللي عاملين في الصناعة دي ما يبصوش تحت رجليهم. انا ما ينفعش ان انا ابص ان انا كطارق اكسب النهاردة بس اضر الصناعة اللي انا جزء منها كلها، اللي انا ممكن اعاني السنة اللي بعدها يعني بالظبط بالظبط، او ما اشتغلش اصلا، لانه لو مشينا باسلوب زي ده في ظل المنافسة العالمية اللي موجودة قدامنا، لا الموضوع مستحيل طبعا يعني أكيد. يعني يا رب ان شاء الله ان احنا نقدر ان شاء الله نوصل ان شاء الله توصلوا ل يعني توصلوا لمحاور مهمه، توصلوا لاتفاقات مهمه، وان شاء الله يكون هذا الاتحاد اتحاد منتجي مصر يكون مشرف، وتمتعونا بقى بالدراما يعني كل المنتجين والشركات يعني. الكبيره العملاقه اللي موجوده في مصر مع المتحده، تقدروا طبعا بالشراكه مع المتحده للخدمات الاعلاميه تقدروا تمتعونا بشكل كبير، ونستمتع بقى. يبدو انه يعني دراما 2024 هيكون لها شكل مختلف، وايضا شاشتنا هيبقى فيها منتج مختلف. بشكرك جدا المنتج طارق الجنايني، زي ما حضراتكم شفتوا بجد ده هيبقى شيء مهم جدا التنسيق، لان الدراما كمان بتهمنا بشكل كبير.